أعتقد فيما يتعلق بالعلاقات بين المغرب وبين المنتظم الدولي بشكل عام، وخصوصا في العلاقة ما بين المغرب والاتحاد الأوروبي، نحن نعيش مرحلة متقدمة جدا من تطور العلاقات منذ توقيع اتفاقية برشلونة لسنة 1996، مرورا بحصول المغرب على صفة وضع المتقدم، وهي بالمناسبة الدولة الوحيدة خارج الاتحاد الأوروبي التي تمكنت من الحصول على هذه الصفة بما تحملها من دلالات على المستوى الاقتصادي على المستوى السياسي، وصولا إلى إعلان المغرب على أنه شريك موثوق به خارج الاتحاد الأوروبي. في نظري ما أنجزته المملكة المغربية إلى جانب الاتحاد الأوروبي من علاقات اقتصادية استراتيجية تمثلت من خلال توقيع اتفاق الإطار بين المغرب والاتحاد الأوروبي، يعكس متانة العلاقة، وهو يعكس إرادة الطرفين الانتقال بالعلاقات إلى هذا المستوى الاستراتيجي. أود الإشارة فيما يتعلق بالعلاقة الاستراتيجية، نحن نتحدث بطبيعة الحال على مستوى متقدم نتيجة للمفاوضات المضنية جدا التي كانت بين المغرب وبين الاتحاد الأوروبي، خصوصا كل ما يتعلق بما قدمته المملكة المغربية من إصلاحات، أولا لأن صفة الوضع المتقدم وللتذكير فقط كانت تتطلب بطبيعة الحال إصلاحات عديدة قامت بها المملكة المغربية، سواء فيما يتعلق بدمقراطية الدولة، دمقراطية المجتمع، سواء فيما يتعلق ببناء اقتصاد مهيكل، سواء ما يتعلق بتشجيع تنافسية المقاولة المغربية، وفي نفس الآن العديد من الإصلاحات تعلقت بالنظام الجمركي، بالنظام القانوني إلى غير ذلك. لكن الأهم هو تماهي النظام السياسي والمؤسسات والديمقراطي للمملكة المغربية مع النظام السياسي الفيستفالي الحديث للاتحاد الأوروبي. وينبغي فقط الإشارة على أن الدولة الوحيدة على مستوى شمال وغرب إفريقيا بطبيعة الحال التي حققت انتقال ديمقراطي قوي، مكن من ترسيخ المؤسسات الوطنية، مكن من ترسيخ الاستقرار السياسي، وهذا يعتبر شرط أساسي لدخول الاستثمارات الأوروبية إلى المملكة المغربية، وبطبيعة الحال لبناء شراكة استراتيجية، وهو ما تم بفضل الفكر والرؤية والعقيدة التي أبرمها صاحب الجلالة للدبلوماسية المغربية وللسياسة الخارجية المغربية، وهو ما مكن من إرساء باراديغمات وأسس جديدة لهذه الدبلوماسية، مكنت المغرب من تعزيز العلاقة مع دول الاتحاد الأوروبي ومع منظمة الاتحاد الأوروبي. وأعتقد على أن ما تم إنجازه منذ 1996 إلى حدود الآن يعتبر اختراق كبير للمملكة المغربية. طيب.